وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى سرعة إتمام أربعة مشاريع صحية تنموية موجهة لخدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم من الرعاية الصحية والطبية والخدمية. فوجه سموه إلى تضمين موقع مستشفى محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي كافة الخدمات التي تخدم زوار المستشفى والمقيمين في المنطقة المحيطة ومن يتلقون العلاج فيهم وذويهم والعاملين بالمستشفى. كما أمر سموه بسرعة الانتهاء من التفاصيل الفنية وطرح مشروع مدينة خليفة الصحي في مناقصة عامة. وجه سموه ببدء الخطوات التنفيذية في منطقة المحرق الطبية التي تتكون من مستشفى للإقامة الطويلة ومركز لرعاية المسنين ومستشفى للتصلب اللوحي ومستشفى للولادة. فيما طلع سموه على سير العمل في مشروع سعادة، وأمر سموه بالإعداد للشروع في المرحلة الثانية من المشروع، بينما تابع سموه ما تم تنفيذه من مشروع سوق المحرق المركزي الذي شارف على الانتهاء. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد اطلع على سير العمل وتقدمه في عدد من المشاريع الخدمية خلال العرض الذي قدمه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع عدد من كبار المسؤولين، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، وأن يكون ذلك بمستويات توفر للمواطن أعلى درجات الرضا والارتياح. أكد سموه أن الغاية الأولى من كل ما تشهده مملكة البحرين من مشروعات تنموية في مختلف المجالات هي تحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومزدهرة على المستويات كافة. نوه سموه بأهمية الإسراع بوتيرة العمل تجربة بشكل متسارع في مختلف قرى ومدن البحرين، وذلك وفقا لخطط واستراتيجيات وضعتها الحكومة تلبي متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل. أكد سموه أن الحكومة حريصة على المتابعة المستمرة لما يجري إنجازه من مشروعات إسكانية وصحية وتعليمية وبنية التحتية وطرق وغيرها، وأنها لن تتهاون في تنفيذها وفق أعلى درجات الجودة والاتقان. وجدد سموه توجيهاته للوزراء والمسؤولين إلى النزول إلى مواقع العمل والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم فيما يجري تنفيذه من مشروعات، وأن يتم وضع هذه الملاحظات في عين الاعتبار. قال سموه أن خدمة المواطن كانت وستظل هي الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله، فهو واجب نتشرف به ونحرص على الوفاء به من أجل صالح وطننا وشعبنا. أشاد سموه بحجم الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجميع منتسبيها في تنفيذ ومتابعة مختلف المشروعات التنموية، وبما تظهره من كفاءة ملموسة في الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في تنفيذ هذه المشروعات.